كابتن محمود، يعني تفسر بإيه إن لاعب عنده 38 سنة شيكابالا وبيظهر بهذا التألق غير الطبيعي خلال الفترة اللي فاتت وله تأثير إيجابي مع الفريق؟ حب الجماهير ليه ومساندة الجماهير ليه وبيأدي بشكل جيد، لكن هو لعيب كلعيب لعيب كويس ولعيب مؤدي بشكل كويس، لكن انا شايف ان شيكابالا لا ما يلعبش ال 90 دقيقه. شيكابالا ممكن ينزل يبقى ورقه رابحه في الفتره اللي جايه ان انت يكسب نادي الزمالك، لكن انا شايف ان شيكابالا بيتالق. لكن كمان برضه يا اسلام خلينا نتكلم بصراحه، انت الزمالك الفتره اللي فاتت ما قابلش فرقه قويه. يعني هتتكلم برضه في الماتشات حتى تلعب سموحه يتالق بشكل جيد. بيراميدز يا كابتن مين؟ مش فرقة قوية؟ لا ما على بيراميدز، هل انت هتكمل على نفس المستوى؟ ما هو مكمل. ماشي ما هو مكمل، لكن قاعد الفترة اللي فاتت، لكن انا بكلمك كشيكابالا. يعني انت بتتوقع يعني تراجع نادي الزمالك؟ لا انا يعني انا نفسي يكمل. ولا بتتمنى تراجع؟ لا ما لا قول لا انا نفسي يكمل عشان تبقى المنافسة قوية بأمانة، لأن انت في الكرة المصرية المنافسة بين الأهلي والزمالك في الفترة اللي فاتت. لكن انا بكلمك هل الماتشات اللي لعبها نادي الزمالك هل قويه وتقدر الزمالك يكمل على نفس المستوى؟ هو ده اللي هتشوفه الفتره اللي جايه.